أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل على تميز وأهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، شدد بوريل على أن مصر شريك جاد للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، كما أعرب عن تقدير الدعم الذي تقدمه مصر لاستضافة اللاجئين السودانيين. هذا وقد أكد أيضا أن قضية المياه حيوية لمصر، ونبذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار. العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكلا الطرفين. أعتقد أنها علاقات مميزة، ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل. نحن نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثالي من التعاون. حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة، فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري، ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون، ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة، نسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري، فبالفعل هناك علاقات قائمة، ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات، ونحن نتعاون عن كثب وعن قرب مع الجانب المصري، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات. كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا وهي هامة للغاية، ونستطيع أن نحقق أفضل معدل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام.